هون رشايا ضيعة قروية فيها تتميز تمتاز بصناعة الفخار أبا عن جد منذ مئات لبل ما بنعرف يمكن من ألوف السنين. بس نحن مع وصلنا لمرحلة خلال الأحداث اللي مرقت من 30 سنة أو 35 سنة لليوم بلشت تتراجع أو تنقرض. كان بالستينات في 80 معمل بهذه الضيعة، معامل قائمة وتعمل بشكل كميات كبيرة، وكل التصريف كل الإنتاج كان يتصرف بجنوب بجبل عامل نوصل للدمور مثلا للبعان. نحن آخر معلمين أنا واثنين بعض بضيعة اللي بعدنا بنشتغل فخار برغم كل هذه الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها والأزمات والأزمات الاقتصادية. أول شيء لا تستمر بها المهنة، بدك ماديات، بدك دعم. كذا بيك أب، كذا شاحنة يحملوا فخار يروحوا لحدود مصر على فلسطين، ما يخلوا ضيعة بفلسطين إلا ما يخذوا له فخار. وبقى سوق بالخالصة، يأخذوا يعني سوق شعبي.